السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي نحل طريقة استقبال الأمر الأوروبي وأمر يوتلسات 16 وأمر أستر 19، لأن في ناس كتيرة أوي اشتكت لما بتيجي تستقبل الأمر الأوروبي سنتر ومعاه أستر 19 بيلاقوا معاناة في استقبال يوتلسات 16 ما بين الأمرين، لأن بيكون في مسافة ضيقة أوي. طبعا لو حضراتكم شايفين احنا دلوقتي واقفين على الأمر الأوروبي، طبعا طريقة استقبال الأمر الأوروبي إن شاء الله هسيبها لكم في خانة الوصف. طيب دلوقتي هنجرب لو احنا عاوزين مثلا نستقبل قمر يوتلسات 16 مع الاوروبي على طول هنعمل ايه. هنجيب قمر يوتلسات 16 ونجيب تردد 11595 افقي على معدل الترميز 30000، ونظهر الاشاره كده. في الحاله دي احنا ما بنلاقيش معاناه لما يكون مستقبلين يوتلسات 16 مع الاوروبي بس، ما فيش اي مشكله. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنجيب اي عدسه، نجيب اكبر عدسه عشان الناس ما تفكرش ان احنا جايبين عدسه صغيره. وكل احنا هنعمله ان احنا هنحط العدسة جنب عدسة الاوروبي جابت 90%، وعلى فكرة مفيش اي تأثير لانها بعيدة عن عدسة القمر الاوروبي، وطبعا باي طريقة وشها جاب 91%، وباي طريقة هثبتها سواء كان بمسطرة من تحت او فلانشة او اي طريقة. طيب المعاناة بقى في ايه؟ المعاناة مثلا لو انا جيت استقبلت قمر استر 19، وليكن مثلا نستقبل نجيب قمر استر 19 ونجيب تردد 11855 عمودي معدل الترميز 29700، ونظهر الاشاره كده. طبعا لما يكون الاوروبي سنتر واحنا عاوزين نستقبل استر 19 بنجيب مسمار زي ده او مسطره زي ديت، وبنركب فيها الفرنش البلاستيك اللي بتيجي مع الطبق المتر. وكل اللي احنا بنعمله بعد ما بنكتب وتردد بنركب السلك كده وبنيجي على تاني فتحه الموجوده في الطبق، وكل احنا بنعمله ان احنا بنمشي لحد لما العدسه الاشاره تيجي بالشكل ده كده. هي دي الاشاره جت علينا 76% 82 84 86 91%. اول ما بيجي اشاره بنربط على المسامير الصاموله الثانيه زي ما حضراتكم شايفين. ان الاستقبالات لازم تكون انت حبيبها او انت عاوز تتعلمها، لان الاستقبالات دي انا بلاقي فيها لحد دلوقتي بلاقي فيها متعه وانا بستقبل. وطول ما انت بتلاقي متعه في الشغل اللي انت بتشتغلها هتبدا فيها. ادي الاشاره عندنا 91%. نربط على المسامير او الصواميل بالشكل ده كده. ما لقيناش اي صعوبه في الاستقبال زي ما حضراتكم شايفين. ادي قمر استر 19. طيب لو انا بقى عاوز بعد ما استقبلت قمر استر 19 عاوز استقبل مثلا ولكن قمر يوتلسات 16، هنجيب قمر يوتلسات 16 ونجيب نفس التردد اللي هو 11595 افقي معدل الترميز 30000، ونظهر الاشاره كده. طيب في الحاله دي كده انا لو جيت جبت عدسه عاديه وليكن مثلا احنا قلنا ان عدسه تخينه شويه او عدسه كبيره شويه، لا هنجيب عدسه رفيعه زي ديت كده وهنركب فيها السلك. انا عاوز اثبت للناس ان هي العدسه ديت مش هتنفع، هتيجي تركب مفيش مكان يخش اصلا العدسه فيه، مفيش مكان ان العدسه تخش لان في مسافه صغيره في الحته دي ما تستحملش اي عدسه. طيب في الحاله دي هعمل ايه؟ هشيل الكفر بتاع العدسه، وطبعا في الحاله دي الكفر مش هو المشكله، المشكله ان هي وش العدسه هو اللي بيكون تخين فبيعاكس في المكان ده. فكل اللي انا هعمله هعمل تعديل بسيط للعدسه، هنشوفه مع بعض ونرجع مع بعض تاني. زي ما حضراتكم شايفين ادي العدسه قدامنا اهيت. طبعا اللي احنا هنعمله دلوقتي المفروض في ناس كتيره تعرف تعمله، بس انا حبيت اعمله بقريب تصوير قريب عشان في ناس كتيره بتسالني نعملها ازاي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ادي العدسه قدامنا اهيت، طبعا بيكون لها وش هنا. فاول حاجه بنعملها ان احنا بنشيل الكفر، بيكون كبس كده بالشكل ده كده. ادي شلنا الكفر
اصبحت العدسه قدامنا ظاهره هي طبعا في الحاله لو هو في كفر على العدسه من فوق اللي هو بتاع الحمايه من الميه، بنفس الحكايه برضك هنطلعه بيكون كبس برضو كده. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها هنجيب بنسه او قصافه او اي حاجه ونشيل اول حلقه بالشكل ده كده. اول حلقه بتكون يعني اكتر واحده متينه شويه، بعد كده بيكونوا سهلين. هنفضل مع بعض كده واحده واحده لحد لما نشيل اول حلقه كامله. اصبح كده احنا شلنا اول حلقه زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب احنا كده هنسيبها على كده؟ لا، كده برضو احنا عاوزين نقرب العدستين اكتر مسافه او اقرب مسافه من بعض. يبقى هنعمل ايه كمان؟ هنشيل الحلقه التانيه دي كمان، هنسيب الحلقه اللي جوه بس بنفس الطريقه اهي. الحلقه التانيه بتكون اسهل من الحلقه الاولانيه. الشكل ده كده اصبح احنا شلنا جميع الحلقات اللي في العدسه، والعدسه اصبحت بالشكل ده كده، مفيش ولا حلقه اهي. طيب احنا هنسيبها كده؟ طيب احنا لو سيبناها كده احنا داخلين على الشتاء هتبهدل الدنيا، الميه هتخش جوه العدسه هتقف مننا تاني. يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب اي حته كيس بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين كده وهنركبها وهنحطها على الوش ده كده. بالشكل ده كده. وهنجيب شريط اللحام ونشحط عليها شريط اللحام. اصبحت العدسه بالشكل ده كده. طبعا الزيادات دي هنشيلها كلها بالمقص، او ممكن نطبقها كده بحيث برضك تكون عازل، ونلف عليها برضو شويه لحاجه بالشكل ده كده. طبعا الجسم ده مش هو اللي احنا عايزين نصغره، احنا كنا عايزين نصغر الجزء اللي فوق ده، وبالفعل احنا صغرناه زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي العدسة بقت محمية على حماية من اي مية او من اي حاجة في الشتاء اللي داخل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. ادي اصبحت العدسة بالشكل ده كده. بعد ما شلنا جميع الحلقات من العدسة والعدسة اصبح شكلها بالشكل ده كده، هنركب العدسة في السلك. وكل اللي انا هعمله ان انا هحط العدسه ما بين الاثنين حلقها نزلت بالشكل ده كده. ادي الاشاره جت معانا على طول اهيت. طيب انا كده لقيت معاناه في العدسه؟ لا، ما لقيتش اي معاناه. طيب اجيب اعلى اشاره فيها على قد ما اقدر بالشكل ده كده. ادي 84 واثبتها بالشكل ده. طب هثبتها بايه؟ في عندي افيز بلاستيك بالشكل ده كده، هركب الافيز البلاستيك ومربطش عليها قوي الا لما اجيب اعلى اشاره فيها. ادي بتجيب لنا 90% حوالي 90 86 اشارة كويسة برضو. اربط عليها
من جميع الجهات. طبعا عندي عدستين ممكن اربطها في اي عدسة منهم بالشكل ده كده. ادي عندنا اشارة 95%، وبعد كده بشيل الزيادات. طيب في الحالة دي كده طبعا عندنا قمر أستر يوتلسات 16، عشان الناس برضو تتأكد من تجيب اي قناة مفتوحة. زي ما حضراتكم شايفين ادي القناة المفتوحة، هي ترددها 11679 افقي معدل الترميز 30000. القناة شغالة جايبة اشارة 82%. طيب عشان نتأكد بقى ان العدسات ما اثرش على بعض، اول حاجة هنجيب قمر الاوروبي. نركب السلك كده. نظهر الإشارة. عايز حضراتكم شايفين القمر الأوروبي جايب 80% إشارة. طيب نجيب قمر يوتلسات 16، قمر أستر 19، نشوف أثر عليه ولا لأ. ننقل السلك كده. زي ما حضراتكم شايفين قمر أستر 19 جايب 90%، يبقى كده عندي التلات أقمار كاملين، مفيش أي حاجة أثرت على التانية. وطبعا أنا في نهاية الفيديو هوريكم شكل العدسات إزاي إنها بعيدة عن بعض. وطبعا إحنا اتعلمنا النهاردة إن المفروض أي فني ما يمشيش بشغل تقليدي أو بشغل واحد واحد بيساوي اتنين، لأ، أنت زي ما المكان اللي أنت بتستقبل فيه أو التركيبة اللي أنت بتركبها زي ما هي بتطلب منك أنت بتعمل. المكان ده قليل، لأ، هقص حلقة، هقص حلقتين. المكان ده أنا مش هستقبل أستر 19، ماليش لازمة إن أنا أقص الحلقات ديت، ممكن أستقبل بعدسة عادية خالص. ولو لقيت صعوبة في العدسة، لو في عدسة تخين لقيت بقى صعوبة، ممكن أستقبل بعدسة رفيعة زي ديت. وكمان العدسة اللي إحنا عدلناها ديت تنفع في استقبال قمر آموس مع النايل سات بسهولة. وإن شاء الله نعمل فيديو برضو لطريقة استقبال آموس مع النايل سات بسهولة، لأن في ناس كتيرة بتلاقي صعوبة في استقبال القمر مع النايل سات على الطبق 70 سنتي، بالذات لو كان الطبق كماكس وفي ناس كمان بتشتكي لو كان الطبق بريفكس. أتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، وأتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.